أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أمل الحناوي تحييكم من القاهرة. هل باتت القاهرة الرسمية تتحمل ما لا طاقة لها به وسط شلال من القضايا والمشكلات في المنطقة من مواجهة دولية سودانية تلوح في الأفق وانقسام فلسطيني طال أمده وحكومة يمينية في إسرائيل تتنصل من اتفاق أنابولس؟ واليوم يكشف الأمن المصري عن مخطط تخريبي تشير التحقيقات فيه إلى حزب الله اللبناني باعتباره المتهم الرئيسي الذي يريد زعزعة الاستقرار في البلاد خاصة في شبه جزيرة سيناء. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن يكون معنا ضيف برنامج أصحاب القرار معالي الوزير أحمد أبو الغيط وزير خارجية جمهورية مصر العربية. أهلا بك ضيفا على شاشة روسيا اليوم. أهلا وسهلا. أنا خدمت في الاتحاد السوفيتي 3 سنوات وقضيت سنوات طويلة في موسكو، كانت سنوات سعيدة لا شك في ذلك. معالي الوزير، لعل القضية الأبرز التي تقلق الجميع الآن هي الأزمة بين مصر وحزب الله، ما هي آخر مستجدات هذه القضية وهل هي فعلا بهذه الخطورة كما تم وصفها؟ لا شك أنها قضية خطيرة، لأنه ده تنظيم وحزب على أرض دولة عربية قرر من عندياته أنه يخترق الأرض المصرية ويعتدي عليها ويقوم بسياسات وتنفيذ سياسات هو مسؤول عنها، وإن كان بتستهدف يعني تحقيق أوضاع أخرى. لا أحد يتحرك على الأرض المصرية إلا برضا السلطة المصرية. إذا قرر أحدهم أنه يشتغل في خارج إطار الشرعية المصرية فلا، في تناقض وتناقض رئيسي معاه، ولا شك أن هذا الكلام غير مقبول وله عواقبه، لا شك في ذلك، لها عواقبها. وما نراه من إعداد للقضية سوف تكشف عنه الأيام القليلة القادمة أنه في شيء كبير وشيء مرفوض بالكامل. لماذا تم الكشف الآن عن هذه القضية؟ هل هناك أهداف سياسية أدت إلى التأخير في كشف ملابساتها؟ شوفي، هذا هو الكلام اللي بيرددوه المدافعين عن الحزب أو عن هذا التنظيم أو أصحابه، ويعني الناس اللي بترى وجهة نظر هذا الحزب. المؤكد انه اي اعلان عن كشف خلية بيتم في توقيت عندما يكون القضية جاهزة. القضية مضى عليها شهور، ولكن المسألة اكبر كثيرا من حزب الله، مسألة محاولة للاضرار بمصر وتطويع سياستها بشكل يقودها الى التحرك في اتجاه يرغبون فيه هؤلاء البعض، ومصر ترفض ولن تحقق أملهم. المأساة الكبرى أنه بيعادوا دولة ليست فقط ذات تأثير ولديها عناصر التأثير والقوة والثبات والاستقرار، إلا أنها دولة وقفت على مدى الفترة من 48 بدء القضية الفلسطينية حتى اليوم، وقفت لنصرة الشعب الفلسطيني، وقفت نصرة حق المقاومة الفلسطينية، وقفت لنصرة الاستقرار وتحقيق أمال العرب. العرب تم الاعتداء عليهم والعرب تعرضوا لمعاناة شديدة. بيروت قصفت بالبوارج، بيروت تعرضت للاحتلال، المصريين تابعوا هذا كله. أنا بتكلم على سنة 82 حتى قبل منشأ حزب الله، ومع ذلك مصر وقفت سنة 48 وسنة 56 وسنة 67 وسنة 73، ووقفت مع شعب لبنان على مدى تاريخ العلاقة المصرية اللبنانية، ووقفت مع الشعب الفلسطيني على مدى المأساة الفلسطينية. فيأتون اليوم لكي يتصوروا أنهم قادرون على أنهم يفرضوا على مصر هذه السياسة أو تلك. طبعا أمر مرفوض غير مقبول، ومرة أخرى له عواقبه. يتردد في بعض وسائل الإعلام أن مصر تلقت دعما استخباريا للقبض على هذه الخلية، ما صحة هذا الكلام؟ الصيد في المياه العكرة، وهذه المصادر التي تروج لهذا الكلام. سوف نشهد في الأيام القليلة القادمة محاولة التركيز على هذا الطرح، باعتبار أن هناك
مسألة تجمع الأجهزة الأجنبية مع الأجهزة المصرية، كذب وكذب ثم كذب. الأجهزة المصرية ووزارة الداخلية المصرية هي التي قامت برصد هذا الأمر ومتابعته والتحرك في إطاره، والنائب العام أخطر به. والأرض المصرية، مصر مش دولة صغيرة، ومصر مش الدولة اللي يتقال إيه لديكم منزل في المنطقة الفلانية في مخدرات ولا في متفجرات. مصر قادرة على السيطرة على أراضيها وأجهزتها واعية وصحية. وزي ما قلت سابقا، كثيرا ما تحدث في الجوار المصري أو داخل مصر أحداث لا تغيب عنا. المصريين مثل الجمل، لديهم صبر، لديهم جمع الأدلة، لديهم الهدوء، لديهم التحرك المحسوب في اللحظة المناسبة، وبالتالي قضية موجودة ومصر تحركت في اللحظة المناسبة. من المستفيد الرئيسي من إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار في مصر بعمليات يقال إنها في الأساس تستهدف الإسرائيليين على الأراضي المصرية؟ كل من يرغب في إلحاق الضرر والشر لمصر. وهناك قوة يعني تسعى للسيطرة على القرار المصري وتطويع إرادة مصر واستخدامها لتنفيذ سياساتها. المضحك المبكي أنه هذه القوة أضعف كثيرا من إمكانيات مصر، وفي حد ذاته هذا الفعل يعكس اليأس لدى هذه القوة. هم يتحركون في إطار ما يسمونه الهجوم والتحرك من خلال الهجوم. مصر قادرة أيضا أن تتحرك، وتتحرك بأسلوب تلحق ضرر بالكثير من هؤلاء الذين يروجون لهذه المواقف والسياسات. إلا أنه الحكمة المصرية والعقل المصري يقول أن أداءنا قد يكون له أضراره الحادة على مجتمعات حقيقة الأمر أننا نسعى للدفاع عنها. نحن نسعى للدفاع عن استقرار الإقليم، فإذا ما تحركنا فتحركنا قد يلحق ضرر بأحد يعني عناصر المعادلة بشكل يؤدي إلى أضرار للإقليم. ولكن مصر لا شك لديها ضيق، ولا شك لديها غضب، ومصر لا يمكن أن تسمح بتهديد لأراضيها من أي جهة كانت، جهة أجنبية، جهة إقليمية، جهة عربية أو من الأشقاء. أمر مرفوض. والسنوات الأربعين الماضية شهدت مثل هذه المحاولات، وهذه ليست المحاولة الأولى. من يقول أن حزب البعث، حزب الله تحرك نعم، وسوف يتم التصدي لهذا التحرك. سبق حزب البعث العراقي في سنوات مضت وتم التصدي له. وكل من يتصدى لمصر بالمحاولة يجد ما لا يسره. معالي الوزير، كيف تصفون علاقاتكم حاليا بإيران؟ العلاقات مع إيران مؤكد تتسم بالبرود، لأنه تصرفوا تجاهنا بشكل أقل ما يوصف به، أنه لم تتسم مواقفهم إما بالمجاملة اللائقة أو بالقراءة الجيدة للموقف المصري. لم يقدروا مسؤوليات مصر، ولم يقدروا حقيقة المواقف المصرية. غاب عنهم أن مصر هي الدولة الأساسية في مساعدة الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة، ولكن هي التي تطل على غزة، أي أنها هي المسؤولة عن المساعدة وهي تساعد. وهؤلاء الذين يقولون أن لا توجد إمدادات ولا يوجد طعام والشعب الفلسطيني يتعرض لهذا وذاك، نحن نعترف، ولكن وهو من هو الذي يمد الفلسطينيين بكل الاحتياجات حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها؟ ما هي مصر؟ وبالتالي هناك ظلم بين لمصر من قبل الحكم في إيران. عليهم أن يعاودوا
تقييم الموقف، وأيضا يعاودوا شكل النظر في شكل أدائهم تجاهنا، لأنه المسألة لم تكن يوم 27 ديسمبر بالهجوم على غزة. سبق هذا الهجوم على غزة مظاهرات واستفزازات على السفارة المصرية لشهور سبقت هذا الحدث. يعني يسوؤون لمصر، ولكن حقيقة الأمر يسوؤون إلى أنفسهم. معالي الوزير، ننتقل إلى ملف الفلسطيني. كان هناك تفاؤل بعد عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة بأن يلتئم الفلسطينيون، لكن جولة وراء جولة من الحوار، ويوم 26 من شهر إبريل الحالي تبدأ جولة جديدة. لماذا يتعثر الحوار الفلسطيني؟ يتعثر الحوار للمصالح الضيقة للفلسطينيين. هم يفقدون السيطرة على مستقبل القضية من خلال الاحتكام إلى النزاع وإلى تحقيق هذه المصالح الضيقة. عليهم أن يحتكموا إلى العقل وليس إلى المصالح الضيقة، هذا سبب. لكن السبب الآخر هو التدخلات الخارجية. هناك من يسعى للإمساك بالقرار الفلسطيني والسيطرة عليه ومنع الفلسطينيين من أي تسوية، لأنه التسوية معناها أنه هذه القوى الخارجية تجد أن ليس لديها قدرة التأثير، وبالتالي تفقد دورها. ومن هنا نقول للفلسطينيين أفيقوا، لأنه لو ما فقتوش وتمسكتم بقضيتكم ودفعتم عنها وتوافقتم فيما بينكم، سيأتي اليوم الذي يضحك العالم عليكم، وفي نفس الوقت يقول البعض هكذا كنا وهكذا فقدنا قضياتنا. يعني الساعة أصبحت 11 بالليل وفضل ساعة واحدة من اندثار القضية وضيعها. عليهم أن يفيقوا. وهل تعتقد أن التدخلات الإقليمية، وهي ليست خفية على أحد، يمكن أن تطيل أمد الانقسام الفلسطيني؟ بالتأكيد، بالتأكيد. معالي الوزير، لا يمكن الحديث عن مستقبل الملف الفلسطيني بعيدا عن حكومة اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو. هل أنتم متفائلون بالنسبة للأيام القادمة؟ طبعا لا، طبعا لا. متفائلين إيه؟ دي حكومة بالغة التشدد، رجالاتها يتحدثون عن الحرب وعن رفض التسوية وعن رفض كل الاتفاقات القديمة، ويدفعون نحو التطرف ونحو المواجهة، وهذا يؤدي أيضا إلى مواجهة وتطرف على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب العربي. هم يتصورون أنهم يستطيعون الضحك على العرب لسنوات قادمة أخرى. هذا أمر يتنبه له الجميع ونراه رؤى العين. ومع ذلك فلنتابع أدائهم، ولنتابع أيضا أداء هذه الإدارة الأمريكية الجديدة، ونتابع أداء المجتمع الدولي وكيف سوف يتعاملون مع تصرفات حكومة إسرائيل. لأننا قد نرى البعض من هذه القوى الخارجية الأجنبية الغربية تقول يعني دعونا نسايرهم لعل لديهم شيء. أنا أرى حتى الآن في هذه اللحظة، لحين ما يثبت العكس، أنهم لن يكون لديهم شيء، وإذا ما قدروا أن يقدموا شيء فسوف يكون شيء هامشي لا يحقق الآمال اللي احنا بنسعى لتحقيقها للشعب الفلسطيني. من هنا مرة أخرى أقول للفلسطينيين عليكم الحذر، لأنهم سيأتون إلينا ويأتون إلى بقية الأطراف المجتمع الدولي ويقولون ليس أمامنا شريك فلسطيني. نحن لن يعني تفوت علينا الكذبة أو هذا الخداع. الأمر الآخر هو كيف سيتناول المجتمع الدولي هذا الأمر. الوحدة الفلسطينية هي الأساس، التوافق الفلسطيني هي الأساس، إسقاط الأهداف الضيقة هي الأساس. ونسعى أنه أو يعني نأمل أنه لا يقع المجتمع الدولي في هذا الفخ الذي سوف تنصبه لهم حكومة اليمين الإسرائيلي. أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن تل أبيب غير ملزمة باتفاق أنابوليس، وقلتم ضمنيا أنكم لن تصافحوا، ولكن ما العمل في مواجهة طرح ليبرمان بعيدا عن أنابوليس، وكيف ستتعامل القاهرة معه لو أخذنا في عين الاعتبار تصريحاته السابقة ضد مصر؟ لا نتعامل معه، نحن نتعامل مع حكومة إسرائيل وليس مع
ليبرمان. ولن أطيل في هذا، سبق القول أننا إذا ما رأيناه في أي اجتماع دولي فننظر باعتباره شخص موجود وانتهى. لن يزور القاهرة، بالتأكيد لن يزور القاهرة طالما بقيت مواقفه وبقي أداؤه هكذا، لأنه عندما يتحرك الإنسان بالحديث عليه أن يعي أن ما يرسله من إشارات من العقل إلى اللسان بيكون لها عواقبها، ولها عواقبها بالنسبة لمصر. وبالتالي نحن سوف نتعامل مع حكومة إسرائيل ومع أي طرح يأتينا من حكومة إسرائيل، ولكن ليس من خلال وزير الخارجية الإسرائيلية. وأشك كثيرا أن هذا الوزير سوف تطأ قدم، مش أشك، لا أتصور أنها سوف تطأ قدمه أرض مصر طالما بقي في مواقفه وفي أوضاعه التي نراها أو التي شاهدناها في السابق. هل من وجهة نظركم أن خارطة الطريق التي تشمل حل الدولتين لا تزال على قيد الحياة؟ وما المطلوب من الرباعية الدولية الآن مع التوقف التام في عملية السلام؟ يعني هو يجب تأكيد الدفع بفكرة دولتين، وأنه المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته، الولايات المتحدة والرباعي الدولي، لأنه البديل هو الدولة الموحدة. فليكن، إذا كانت إسرائيل تسعد بالدولة الموحدة فلتقدم عرض إلى الفلسطينيين بالدولة الموحدة، دولة موحدة يعيش فيها عنصران، العنصر العربي الفلسطيني والعنصر اليهودي، فلتكن مثلما يقول قائد الثورة الليبية أسراطين، ويبقى الأمر، وهذه الدولة تحكم ديمقراطيا بين فئتين. تجربة التاريخ تقول أن هذا الأسلوب لا مستقبل له، أي أنه عندما يكون هناك دولة من عنصرين يأخذ كل منهما طريقه. هذا بعد. البعد الآخر، لا نتصور أن يسيطر مجموعة على مجموعة أو أن تكون أبارتايد، أي عزل لمجموعة عن المجموعة الأخرى. لا نتصور أنه يعني ينتهي الحال بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، والمجتمع الدولي لن يقبل، وتاريخ الإنساني لن يقبل. وبالتالي ليس أمام هذه الدولة المسمى بإسرائيل، وليس أمام هذا المجتمع الدولي الذي يمثله الرباعي الدولي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة وكل المنظمات والمؤسسات الدولية، ليس أمام الجميع إلا أن ندفع بفكرة الدولتين. علينا أن ندفع بفكرة الدولتين، ولكن لا تكون دولة ليشنشتاين أو أندورا بجوار النمسا أو أسبانيا، أي أن تكون الدولة الفلسطينية دويلة 6 كيلو في 6 كيلو. الدولة الفلسطينية دولة يجب أن تكون فاعلة وقادرة ولها مستقبل ولها قدرة على الحياة بمعزل عن تأثير أي طرف آخر. كثر الحديث عن عقد مؤتمر جديد للسلام في موسكو، إلى أين وصلت الاتصالات بهذا الخصوص؟ وكيف تنظرون إلى عقد مثل هذا المؤتمر؟ وما هو المطلوب منه؟ هذا المؤتمر يجب أن يحيي جهد السلام، ولا أقول عملية السلام، لأن عملية السلام إذا ما سميناها عملية سلام سوف يأخذوننا لعدة سنوات أخرى. علينا أن ندفع بجهد السلام، وعلينا أن نحقق الهدف المطلوب، والهدف المطلوب ليس عملية تطبيع بين إسرائيل والعرب، ولكن عملية تسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل. إذا ما كان هذا هو الهدف فنأمل أنه بانعقاد مؤتمر موسكو، ولا أعلم متى، أن يضع الأرضية الصالحة لإطلاق هذا الجهد. هذا يعني شق من السؤال. الشق الآخر أنه سوف أذهب إلى موسكو في زيارة قصيرة إعدادا لزيارة الرئيس ميدفيديف للقاهرة، وفي إطار الحوار الاستراتيجي المصري الروسي في شهر 5 في مايو، وآمل أننا نستوضح الكثير من عناصر الموقف الروسي عندئذ.
معالي الوزير، لو انتقلنا إلى ملف آخر شديد الحساسية باعتبار جزء من الأمن القومي المصري وهو السودان وتوجيه التهم السبع من الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير، هل ترى أن الحاجة لا تزال ملحة لعقد مؤتمر دولي حول دارفور، وما أهمية انعقاد هذا الاجتماع؟ الوضع الحالي هو وضع توقف كل شيء. المحكمة لن يكون في قدرتها أن تفرض على الحكم في السودان أن يتجاوب مع قرار المحكمة، ده واضح يعني أراره العين، لن تستطيع المحكمة أن تتحرك ضد الرئيس البشير أو الحكم في السودان. للجانب الآخر، لا أتوقع أن ينجح مجلس الأمن في تناول هذا الأمر بحسم. ليه؟ لأن هناك من القوى ما ترفض إجراءات المحكمة أو التصرف اللي قامت به المحكمة أو المدعي العام التابع للمحكمة تجاه الرئيس البشير. من هنا سوف تكون هناك ما أراه فترة هدوء. فترة الهدوء يجب أن نتحرك في إطارها لكي نحقق تسوية دارفورية دارفورية، وتسوية بين الحكم في السودان والجماعات التمرد وجماعات الرافضة للحكم في داخل دارفور. يجب في هذا الإطار أن نحافظ على تنفيذ الاتفاق بين الشمال والجنوب، ولكن وبكل هذه المعطيات علينا أن نصل إلى، إذا ما نجحنا في هذا كله، علينا أن نصل إلى أن هذا الحكم الصادر من المحكمة أو هذا التقرير الصادر من المحكمة أن يؤجل، أن يتوقف، أن ينزوي، أن يختفي. كيف نحقق هذا؟ نراه نحن في القاهرة أن هذا يمكن أن يتم من خلال اجتماع تشارك فيه السلطة السودانية، الحكم، تشارك فيه جماعات التمرد، يشارك فيه الشمال والجنوب، يشارك فيه ممثلين للمجتمع الدولي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القوى الرئيسية المهتمة بالشأن السوداني والاستقرار في السودان، وأخيرا دول الجوار. هذه هي المكونات لنقاش حقيقي يصل بتسوية شاملة للشأن السوداني. إذا ما يعني استمر الوضع هكذا وامتد، قد لا نحقق هذا الأمل، وبالتالي قد ينفجر هذا الوضع، خصوصا ونحن نقترب من تنفيذ كل المطلوب من اتفاق نيفاشا وصولا إلى عام 2011. الكثير من يعني الأطراف تنظر إلى السودان، البعض يسعى لتحقيق مصالح والبعض الآخر يتصور أن هناك حاجة للاستقرار. مصر هي قوة الاستقرار التي تسعى لتحقيق الاستقرار. من هنا ما زلنا نأمل أنه المجتمع الدولي يتناول الشأن السوداني بالفهم، بالفهم للآليات التي أدت إلى ما وصلنا إليه. يعني ما المطلوب من المتمردين ودول الجوار تحديدا للسودان؟ أنهم جميعا يساهموا في تسوية شاملة لكل النزاع من خلال مفاوضات. وكان لنا في أبوجا مثال جيد، أبوجا صدر هناك اتفاق، مصر كانت شريك ووقعت عليه. هذا الاتفاق إذا احتاج لبعض التطوير أو بعض البروتوكولات الإضافية فليكن، ولكن لا نستطيع أن نترك الأمور هكذا طويلا. قمة الكويت الاقتصادية مهدت الطريق نحو مصالحة عربية، إلى أين وصلت جهود المصالحة وكيف تقيمون العلاقات المصرية القطرية؟ يعني العلاقات المصرية القطرية علاقات هادئة، في تعامل يمكن أوصفه بأنه تعامل حذر، نحتاج لوقت، وأتصور أن الوقت كفيل بأنه هذا الملف ينحى جانبا ونصل إلى المصالحة الكاملة. ولكن الشق الثاني من السؤال، إلى أين وصلت جهود هذه المصالحة العربية؟ يعني بتاخد وقتها. هل ستفتح السفارة المصرية أبوابها قريبا في العراق، وما أهمية وجود عربي في بلاد الرافدين؟ السفارة نأمل أن احنا نصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، لأن هناك وفد مصري في بغداد، وفد كبير يسعى للحصول على المباني واستلام المباني وإعادة تأجهزها، وبالتالي
يكون لنا يعني تواجد لسفيرنا ولدبلوماسيينا ولإدارتنا بشكل يؤمن لنا القدرة على العمل. نحتاج إلى مقر، لأنه غياب المقر لا يعطينا فرصة للعمل بالكفاءة المطلوبة. سيادة الوزير، زاد نشاط القراصنة في البحر الأحمر، ما العمل لمواجهته؟ وهل تشعرون بالقلق يعني حول ما يتردد من سعي بعض الدول إلى تدويل منطقة البحر الأحمر؟ يعني هو البحر الأحمر ده بحر دولي، ولكن أيضا إقليمي، بمعنى أنه عليه إطلالة من الدول العربية عدا إريتريا. أمن البحر الأحمر طبعا يدخل فيه الأمن القومي العربي والاهتمامات العربية، وأعتقد أن هناك لقاءات عربية وبين وزارات الخارجية ووزارات الدفاع للاتفاق على منهج للتعامل. لكن هو التهديدات ليست داخل البحر الأحمر، التهديدات هي في المحيط الهندي وفي جنوب الصومال. إلى الحد أن احنا البعض تحدث عن خليج عدن والتهديدات لخليج عدن، السفن الآن يمسك بها في جنوب الصومال وبالقرب من المياه الكينية، وبالتالي هي مسؤولية دولية. أعتقد أن المجتمع الدولي عليه أن يزيد من تواجده البحري، عليه أن يضع خطة واستراتيجية متكاملة، ولكن ألا ينسى أن هذه الخطة يجب أن تتضمن العنصر الصومالي، أي أن الهدف هو تحقيق الاستقرار في الصومال، أي بناء سلطة صومالية قادرة، دولة مركزية، أو الحكومة الصومالية القادرة على استخدام قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمن تفرض نفسها على السواحل لكي تمنع خروج مثل هذه السفن. كما ذكرتم سيادة الوزير، ستقومون بزيارة إلى موسكو خلال الشهر القادم، الهدف من هذه الزيارة وكيف تقيمون العلاقة بين روسيا ومصر؟ علاقة روسيا ومصر علاقة قوية، علاقة استراتيجية، علاقة قديمة، بها تعاون وبها تفاهم استراتيجي وتفاهم على كافة المسائل. لا أجد أحيانا نقطة أتصور أنها تؤدي إلى خلاف مع وزير الخارجية الروسية أو بين الدولتين. مصر تقدر عاليا تاريخ هذه العلاقة والدعم الروسي والسوفيتي الذي قدم إلى مصر على مدى المواجهة العسكرية والسياسية بين مصر وإسرائيل، وهذه علاقة آمل أن تتطور في المستقبل، وسوف يكون هناك هذا التطور أثناء زيارة الرئيس ميدفيديف إلى القاهرة. الاثنين القادم إجازة رسمية في مصر، وبعيدا عن طوفان مشكلات السياسة، أين ستقضون إجازة شم النسيم؟ سوف أقضي إجازة شم النسيم في الريف المصري، حيث أقيم. معالي الوزير أحمد أبو الغيط، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة للقائكم والحديث معكم. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة.